عبد الوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني. الوقفة ديالنا اليوم الاحتجاجية هي للتعبير على مجموعة ديال المواقف التي نعتبرها يعني من ضمن التحديات التي تواجهنا. إلا تحدثنا على المقاولات الإعلامية الصغرى، هذه المقاولات الآن لحد الآن ما تمش لفتح الباب للنقاش مع طرف لا السيد الوزير ولا حتى الجهات المعنية باش يمكن لنا أننا نوجدوا الآليات والمشاكل اللي كتخبط فيها هذه المقاولات الإعلامية الصغرى. دابا الآن انتم ربما راه عدد منكم كيشتغل في واحد مقاولات إعلامية اللي محتاجة للدعم وما كتاخذش الدعم، إلى هذه المقاولات ما كياخذوش الدعم باش نخلصوا الصحفيين. الناس دابا الآن كتحدث على 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 التأهيل، وأشمل تأهيل إلا ما كانش واحد الدعم لهذه المقاولات باش يمكن لنا أننا نوفروا جميع الآليات واللوجيستيك والموارد البشريه والماليه باش يمكننا ناهلوا القطاع ديالنا. لذلك فنحن هنا اولا نوجه الدعوه للسيد الوزير انه وزير لا يمارس الاقصاء والتهميش في السياسه ديالو من خلال العمليه ديال الانتقائيه في التواصل مع الهيئات المهنيه، بمعنى لا بغى يجتمع مع شي قطاع كيختار اللي بغى هو اللي قال لي هو، علما ان المقاولات الإعلامية الصغرى عندها من يمثلها، ما كيمثلوهاش المقاولات الكبرى اللي بغا يديروا سميتنا. حنا ما عاطين الحق حتى شي حد يديروا سميتنا، حنا مقاولات صغرى كنتحدوا على نفوسنا، حتى حد ما يمثلنا. اللي بغا يمثل شي قطاع شي مقاولة الله يعاونه، ولكن حنا اللي كنمثلوا القطاع ديال المقاولات الصغرى. وهاد المقاولات الآن تعاني نقص في الدعم، لأن باش تحصل على الدعم العمومي كاينين شروط، هاد الشروط هذه مجحفة تم استصدارها على مقاس الشركات الكبرى. أنا كنسائل هاد الشركات الكبرى دابا أكثر من 20 عام وهي كتاخذ في الملايين ديال الدراهم، لحد الآن مازال مزاحمة مع المقاولات الصغرى ومع الشباب باش تاخذ الدعم، بل أكثر من هذا تعمل جهد الإمكان وضع شروط وقوانين باش تقصي هاد المقاولات الصغرى، تقصي هاد الشباب اللي جا مع هاد الإعلام البديل. هاد الإعلام راه ديال الجيل الثالث ديال الشباب، هاد الشياب راه خصهم يمشيو يرجعوا في حالاتهم، يخليو شويه المقاولات الصغرى تستافد ويخليو الشباب حتى هو ياخذ المبادره ديالو. واش حنا فين ما نبغيو نتكلموا على ممثلين ديال الإعلام رجعوا اللي عندهم 40 عام 50 عام هادي في القطاع؟ على حنا ما راكمناش شي جيل اخر، ما راكمناش عاوتاني رواد اخرين. لا بغينا نرجعوا دائما نتكلموا على 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 القطاع خصنا نرجعوا لفلان وفلان، لا كاين شباب الان خاص الاستماع ليه. كاين مقاولات صغرى دخلت في اطار المشروع الملكي اللي كيتكلم على الانطلاقه، المشروع الملكي كيتكلم على الحد الثاني، المشروع الملكي اللي فتح منصات ديال الشباب وفتح اوراش باش يمكن المقاولات الاعلاميه الصغرى من المشاركه. واتاسف ان الوزير ما كاينش هنا وزير الشباب، وزير الشباب وشاب لا يهتم بالشباب، هذه الكارثه. الان يجلس فقط مع الشياب ويخطط في البرامج ديالو من اجل الاقصاء، قال لك 900 مقاوله ما يقدرش يبرك معها، على ما كايناش الادارات الجهويه، على كاين شي وزير كيبرك مع 900 مقاوله؟ راه دابا الحكومه شو شحال من النقابه كاينه في البلاد وشحال من تنظيم مهني فيهم الملايين، على كيبركوا معاهم في خطره؟ كيبركوش معاهم في خطره، هذه هضره خاويه، كيبركوا مع الممثلين ديالهم، كيبركوا مع الاطر اللي كينظموهم، الهيئات اللي كتنظمها، هذا يعني ان السيد الوزير ما عرف والو. لذلك حنا كنطالبوا ان
فتح حوار مع المقاولات الصغرى بشكل مباشر، وإلا حنا راه شادين الطريق ديالنا إلى 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 صاحب الجلالة باش نرفعوا الشكاية ديالنا على هذا الإقصاء والتهميش، وعلى هاد وعلى هاد الدعم اللي ما كياخذوش هاد المقاولات بالشكل اللي كياخذوه المقاولات الكبرى. تصور معايا أن مدير النشر ديال المقاولات الكبرى كياخذ كيخلص راسه ب 34 مليون للشهر، كيخلص راسه ب 30 مليون للشهر باش يدخلها في لافاكتور باش يبين قوة الفرين اللي كيخسر. والآن الوزارة كتعطيهم الدعم المباشر، دابا انتم كتاخذوا 3000 6000 7000 درهم، كتعطيهم 4 مليون خلصه ديال الوزير، خلصه ديال البرنامج اللي كتعطيهم كدعم مباشر لهاد مدراء النشر. ولهذا فحنا نطالب على الفصل ما بين مدراء النشر كناشرين كباترونا ديال النشر، وما بين الصحفيين مجلس ديال الوطني خصو يبقى للصحافه، وهاد الناس ديال المقاولات اللي حنا معاهم نمشيو ناسسوا اتحاد ديال المقاولات الاعلاميه بالمغرب، الباترونات ديال النشر بهذا المعنى هادي، لان جواز السلطه بالمال وجواز الاعلام بالمال راه خطير على الدوله. استاذ برهون، عضو الفدراليه الوطنيه للصحافه الوطنيه والاعلام الالكتروني، اذا من هنا من الرباط عاصمه المملكه المغربيه وبباب وزاره الاتصال تاتي هذه الوقفه التي ينظمها عدد كبير من رجال الصحافه والاعلام من جميع ربوع المغرب الحبيب الذين أتوا العاصمة الرباط بتضحية مادية ومعنوية من أجل رفع صوتهم للمطالبة بالإنصاف والعدل في توزيع الدعم العمومي، في توزيع أموال الشعب المغربي. لاحظنا كما لاحظ عدد كبير من الإعلاميين أن توزيع الدعم المالي وكذلك توزيع الحصص الإشهارية يعني لم يتم بشكل أخلاقي وقانوني وحقاني، لذلك سنحتاج وسنبعث رسالة من باب وزارة الاتصال إلى السيد وزير الثقافة المكلف بالاتصال، إلى السادة كتاب العامين للنقابات، جميع كتاب العامين نقابات الصحافة والإعلام، من أجل اهتمام إلى شركات الصحافة والإعلام. شركات الصحافة والإعلام تحتضر وتعاني من ارتفاع مديونيتها وتعاني كذلك من نقص الإشهار. هي تحتضر الشركات، ولا يليق لدولة مثل المغرب يعول على الصحافة كشريك استراتيجي أن يتركها الشركة تعاني. فهذه الوقفة تأتي كذلك في إطار التنسيق مع عدد كبير من المسؤولين من أجل فتح باب الحوار مع ممثلي الشركات، ممثلي النقابات، من أجل التفات إلى الصحافة والإعلام التي تطورت، وأصبح الإعلاميين المغاربة والصحفيين المغاربة مشهود لهم عبر العالم في قارات الخمس، يشهد للإعلامي المغربي للصحافي المغربي بتضحيته أولا، بغيرته على الوطن ثانيا، وكذلك بتفانيه في خدمة جميع القضايا الحقوقية الإنسانية السياسية. لذلك من العيب والعار أن نجد شركة الإعلام والصحافة تحتج من أمام وزارة الاتصال. لا يعقل ولا يقبل ولا نقبل أن يصل دعم شركة مليار في حين أن شركة أخرى أكثر كفاءة وأكثر مهنية لا يصل دعمها إلى مليون. لاحظ الفرق بين مليون ومليار. هذا عيب لا يليق بمسؤولين مثل هذه التصرفات ومثل هذه المعاملة. أملنا كبير في السيد وزير الاتصال، وكذلك أملنا في النقابات أن يتم إنصاف الشركات وأن يفتح باب الحوار مع ممثلي الشركات جميعهم في المغرب، وأنتم تعلمون الدور والتضحية التي تطلع بالشركات، وإلا فستكون خسارة الوطن كبيرة حينما يفقد المغرب شركات الصحافة والإعلام التي يعول عليها جميع المواطنين بدون استثناء، يعول عليها الباعة المتجولون، يعول عليها المعطلون، يعول عليها رجال المال والأعمال، ويعول عليها السياسيون أنفسهم. كلنا نعتمد على شركة الصحافة والإعلام، لكننا لم نعطيها حقها في الدعم المادي من أموال الشعب المغربي. عبد الحكيم الشتاوي، مدير النشر جريدة إشراقات، وعضو الكونفدرالية المغربية لنشر الصحف والإعلام الإلكتروني. نحن الآن أمام وزارة الاتصال في هذه الوقفة الاحتجاجية التي من خلالها نريد أن نوجه رسائل ودعوات إلى العاملين والمؤسسات الحكومية وجميع المنتخبة أو المؤسسة الحكومية، فباش نملغوا واحد الرسالة ديالنا، وإن شاء الله هذه الرسالة اللي فيها هذه المطالب واللي فيها الدعوات تتوجه إن شاء الله إلى صاحب جلالة محمد السادس نصره الله الراعي الأول على هذا القطاع بصفة عامة وعلى البلاد. كندعو من هذا البلاصة، كنقول أولا لا للإقصاء،
لا للإقصاء، لا للحيف، لا للريع، لا للظلم، نعم للعدالة الاجتماعية، نعم لتكافؤ الفرص. وندعو من هذا المنبر، ندعو الوزير عدم إعمال الزبونية والمحسوبية والحزبية في التعامل مع الهيئات ومع المؤسسات المهنية. ندعو كذلك إلى احترام الفصل 35 من الدستور اللي كيقول فيه أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنس وحقوق الأجيال القديمة وتكافؤ الفرص. هادشي ما كاينش. ندعو كذلك إلى توزيع الدعم العمومي حسب التوجهات الملكية والسياسات العمومية للحكومة والمتمثلة في دعم الشباب حامل الشوائد العليا. ندعو كذلك المجلس على الحسابات باش يسأل ويراجع كل شركات اللي استخدمت الدعم من قبل واللي تلقت الدعم واللي الآن ما كان يسألها لا رقيب ولا حسيب. كذلك ندعو إلى مصاحبة المقاولات الصغرى والدعم العمومي المباشر للصحفيين. وندعو كذلك إلى إحداث ظهير شريف من أجل تنظيم هذه المهنة ونحطوا واحد اتحاد مقاولات الصحف المغرب اللي غادي يكون عنده واحد المهنة وهي التسيير المالي من غير المهام ديال المجلس الوطني للصحافة اللي هو البطاقة ديال المهنية وأخلاقية المهنة والتعطير والتكوين أي تسيير إعلامي بصفة عامة. هذا كيبقى من شأن مجلس الوطني للصحافة نعم، ولكن خاصنا إحداث واحد الاتحاد ديال المقاولات ديال الصحفية للمقاولين كذلك على بحال عندنا اتحاد المقاولين اللي عندنا في المغرب، تكون عندنا اتحاد مقاولات المغربية الصحفية اللي هي غتشرف على الدعم والتسيير المالي وكل شيء. وحنا مستعدين ديك الساعة مرحبا بالمجلس على الحسابات ومجلس أي واحد في إطار تكافؤ الفرص. إذا فهذه عدة مطالب، هناك الكثير والكثير، ولكن على الأقل هذه أهم المطالب اللي كنطلبوا بها إن شاء الله واللي غادي نرفعوها كذلك كما قلنا في رسالة إلى المسؤولين جميعا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.